مرحبا، معكم سامي الحداد، لاعب محترف في لعبة كمال أجسام، سفير اللجنة الأولمبية. هاي طبعا مو أول زيارة لي في المركز الألماني الطبي. هاي مرتين إلى ثلاث مرات في الشهر. من الخدمات اللي أستخدمها اللي هي الهايدرافيشل انتنسيف وايتنينج. لازم أهتم في البشرة، خصوصا إحنا في أجواءنا الصيف تعتفس البشرة عندنا وتحتاج فيكسينج. المركز الألماني الطبي خياري الأول دائما وأبدا.